والنهارده معايا اتنين من احب تلاميذتي، الدكتوره هدى انور. ازيك يا دكتوره هدى؟ ازي حضرتك يا سيدي؟ ومعايا الباشمهندس محمد مصطفى. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا سيدي؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا سيدي. تعالوا اسال حضرتكم اول سؤال. هذا الحديث انتوا لما بتسمعوا هذا الحديث ايه اللي بيحصل في قلوبكم؟ الدكتورة هدى، يعني بيحصل شوية حاجات. بحس ان انا بحترم نفسي وبحترم الناس اللي حواليا وبحترم قدراتي وبحترم ما اقامني له فيه، يعني بحس الاحترام ده حاجة من اروع ما يكون. انت عارفة حضرتك ان الاحترام ده احد اجزاء تعريف الانسان، يعني الاحترام ده انك تكون حاسس بانك انت انسان محترم وغيرك كمان محترم، هو جزء من قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. وكأن الافتقار ده بيخلينا نقدر نعرف نفسنا. طيب نفس الكلام مع الباشمهندس محمد، انت بتحس بإيه لما تسمع هذا الحديث؟ والله يا سيدي بحس ان ربنا يعني مهتم بالقلوب اكتر بكتير جدا من اللي احنا عايشين في الدنيا، مهتمين قوي بمظاهر الدنيا، بس بحس ان الحقيقه يعني احنا مش عايشين الحقيقه، يعني الموضوع كله دي علاقه بالقلب وربنا سبحانه وتعالى. ممكن ناس عند السيده زينب مثلا مفتقرين الى البوم واحنا مش مهتمين بيهم قوي، بس يكونوا عند الله حاجه عاديه جدا مثلا، او اللي عند سيدنا الحسين. بحس ان احنا يعني انا عايز بس اتاكد ان انا سمعت كويس، وكأن حضرتك بتقول ان الحياه الحقيقيه بتبدا من القلوب، مش بتبدا من المظاهر اللي احنا عايشينها حوالينا. نعم يا سيدي، نعم يا سيدي. طيب خليني اسالكم سؤال تاني، هل حضراتكم حاولتوا تجربوا العيش بالافتقار من خلال الكلام اللي احنا تكلمنا فيه في الحلقه الماضيه؟ دكتوره هدى. يعني انا يا سيدي شايفه كمان ان هو فتح عليا زي ما حضرتك قلت في المقدمه باب السعه، ومن السعه للبساطه وللابداع وللتهوين شويه فكره يعني ان انا ابقى بيرفكت في كل حاجه. بالعكس انا يعني هتعلم وهستفيد ببساطه من التفاصيل الصغيره، او التفاصيل اللي انا بظن انها صغيره ولكن بيكمن فيها الجمال والابداع والسعه. يعني انت شايفه ان هو ان القيمه دي اللي هي قيمه الافتخار، وكاننا دوسنا على زرار ففتحت جمله من المعاني ومن القيم في حياتك فغيرت معنى حياتك. دي حقيقه يا سيدي. طيب نفس السؤال للسيد محمد، انت حضرتك هل طبقت هذه القيمه في حياتك؟ والله يا بنحاول، يعني هي الواحد لو عاش من غير القيمه دي هيبتدي يتغرب بحاجات ملهاش حقيقه اهميه يعني عند الله سبحانه وتعالى. ف الواحد لما يفتقر الى الله سبحانه وتعالى بيدرك ان الدنيا ديت ما هياش هي المبلغ، هو ان الموضوع كله في ان انت تبقى عايز بالصدق، انك تكون صادق مع الله، وانك تعرف ان انت جنب ربنا سبحانه وتعالى مش موجود، وساعتها تلاقي ربنا بيغنيك يعني. خليني أسألكم آخر سؤال لحضراتكم، لو حضراتكم حبيتوا تعلموا الأطفال هذه القيمة، ممكن تخلوا الطفل يحس بقيمة الافتقار إزاي؟ إن هي هتساعده، هتعملوا إيه؟ تقولوا له إيه؟ اولا ممكن، يعني اظن ان انا ممكن اخليه يبتدي يشتغل مع ناس بسيطه في الشارع ويفكر ان هو يخدمهم، لان هو هيتعلم انه بظن يعني ان في الخدمه بتتساوى الايدي، ما بيكونش فيه ايد عليا وايد سفلى، ولكن الايد العليا مش هيكون ليها لازمه لو ما فيش يد محتاجه لده. فده مدخل. المدخل الثاني كمان مدخل استثمار لكل المحيط بيه في البيئه. يا سلام. ان هو ازاي يقدر يطلع من بيئته ومن الحاجات اللي عنده استخدامات متعدده. كذلك برضه ليه علاقه بالفن، يعني اظن ان هيكون الموضوع ليه ابعاد مختلفه.
يعني انا شاكر جدا هذه المداخل من السيد محمد باشمهندس. هنعمل ايه بقى عشان نخلي الاطفال يستطيعوا ان هم يعيشوا بهذا الافتقار؟ والله يا سيدي انا جه في دماغي استخدام التكنولوجيا دلوقتي، هم كلهم بيستخدموا التكنولوجيا. فكره ان بقى في دلوقتي فيديوهات على اليوتيوب بتبين ان الانسان دوت يعني جنب الكون وجنب اللي هو الفضاء الخارجي يعتبر صغير جدا حجمه، فهو يعرف ان ربنا عظيم جدا. فلما يعرف عظمه الكون، يعرف عظمه الخالق، فيعرف ان هو يعني جزء من منظومه الكون. هو مش الكون ما بيدورش حواليه، هو مجرد مخلوق، المخلوقات كلها بتعبد ربنا، هو واحد منهم. فلما يفهم الحقيقه ديت هيبتدي يتعامل مع الناس من غير كذب او عشب او اي حاجه من الحاجات دي. انا مش عارف اشكر حضراتكم ازاي، الدكتوره هدى انور والبشمهندس محمد. انا شاكر لحضراتكم جدا جدا جدا، هذه الافكار وهذا النور وهذه البركه اللي كانت في تطبيقاتكم على حديث الافتقار ركن العبوديه والانسانيه. شكرا لحضراتكم.